انطلقت فعاليات المؤتمر الختامي الثالث الذي عقده حزب مستقبل وطن أمانة محافظة المطروح، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالعلمين. أكد المشاركون في المؤتمر دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك نظرا للإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية. قررنا كحزب مستقبل الوطن نعمل المؤتمر في واحدة من إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي مدينة العلمين الجديدة. احنا بنبعت له رسالة حب وتأييد زي ما انتم شايفين. المؤتمر الحاجز بسم الله ما شاء الله كله جاي بيدي واجبه ان شاء الله يوم 10 و11 و12. ده واجب مش رد جميل على اهل مطروح انه يأيدوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا في مؤتمر مدينة العلمين بأكثر من 7000 نفر في هذه المحافظة، هذا المركز بإنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقول للجميع لقد انتهى وقت شعارات مع يوم 10 و11 و12. هو رد جميل يوم 10 و11 و12 والحشود أمام العالم كله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي. بقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن داعمين لك وخلفك يا سيد الرئيس. في ايام يوم 10 و11 و12 سيكون ملحمه لابناء مطروح تأييدا لخطى السيد الرئيس والتي شهدها القاسي والداني لهذه الانجازات. يوم جميل جدا، حشود من الشعب المطروحي وجميع محافظات مصر جات هنا في مدينة العلمين. وانا بقول للعالم احنا بنتكلم العلمين وما ادراك ما العلمين. العلمين اللي كانت من 5 سنين صحراء النهاردة عمارات شاهقة وابراج، ونقول يا سيادة الرئيس ده كله من انجازاتك واحنا واقفين معاك، وبنقول لك مطروح كلها ومصر كلها وراك والبوابة الغربية، واحنا جنودك بالملابس المدنية يا ريس. يحيى السيسي، يحيى السيسي، وتحيا مصر.